طيب احنا معانا زوم دلوقتي، هنقابل بنت لطيفه جدا، هنقابل معاكم من خلال ابلكيشن زوم زينب. هنبارك مع بعض لزينب، زينب شريف، على فوزها بجائزه الدوله للمبدع الصغير. تعالوا مع بعض نبارك لزينب، بما ان انتوا شباب وهي صغيره كمان وقدرت انها تحقق انجاز كبير. تعالوا نشوف مع بعض ايه حكايه زينب. مبروك يا زينب. الله يبارك في حضرتك. مساء الخير حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله تمام. اولا احنا سعداء بيكي جدا وفخورين بيكي جدا، وعايزين نعرف منك أكتر. امتى ابتديتي تكتبي ومين شجعك على الكتاب؟ لقد بدا الطريق منذ ان كنت صغيره. فلقد كنت اكتب مذكراتي دائما واي شيء يحدث في حياتي. فالقصه عباره عن لقطه من الحياه، اما ان يقتطفها الانسان اما ان يدعها. وانا اقتطفت هذه وانا اقتطفت هذه الاحداث الحياتيه حيث حولتها الى قصص دخلت بها مسابقه المبدع الصغير. لذا فهي حقيقيه وواقعيه ايضا، ولا يوجد فيها اي شيء من الخيال. وايضا كانت كل ما تاتي لي فكره كنت ادونها، فالكتابه لا تقود الا للمزيد من الكتابه. وبالطبع قد شجعتني أسرتي كثيرا، فالفضل الكبير يعود إلى أمي وأبي بعد الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يشجعوني دائما على القراءة، لأن القراءة هي ثروة العالم المخزونة، وهي تجعل الإنسان شخصا معاصرا في هذا الزمن. جميل. فكان أبي يترجم كتبا للأطفال وكان يعرضها علي لأبدي رأيي إلى أبي، وكانت أمي كذلك تحكي لنا أنا وإخوتي الصغار قصصا قبل النوم، والآن صرت أنا التي أحكيها لهم. جميل. طيب قولي لي يا زينب، مين أول حد اكتشف فيكي موهبتك، وإزاي اتعاملتي مع الموهبة أول لما اكتشفتيها؟ بالطبع أول من اكتشف موهبتي هما أبي وأمي. جميل. فعندما كنت صغيرة كنت أحب أن أقرأ كثيرا، لذا حولت القراءة التي وسعت خيالي إلى قصص وبدأت أكتب حتى لا تضيع أي فكرة من رأسي، وكنت أعرضها على أمي وأبي ليبديا رأيهما على ما كتبته. فمنذ تلك اللحظة عرفا أنني موهوبة في الكتابة، فشجعاني أكثر على أن أكتب، وقاما بتنمية الموهبة الكتابة عندي. وبدأت أنا أيضا أقرأ كثيرا إلى مؤلفين القصص مشهورة، مثل مؤلفين قصص المكتبة الخضراء، التي منها بدأ يتوسع خيالي أكثر فاستطعت أن أكتب. طيب دي مش أول جايزة ليكي، فزتي قبل كده بالمركز الثاني في مسابقة المشروع الوطني للقراءة. كلمينا شوية عن الجوائز، وقد إيه أنت بتفرحي لما بتفوزي بجايزة، وبالنسبة لك قصة الجايزة دي بتفرق معاكي قد إيه؟ بالطبع الجوائز تجعل الإنسان في قمة مرموقة، تجعله مشهورا الكل يعرفه، ويشير عليه مبدعين علامات الإعجاب أن هذا الشخص صار قدوة لأشخاص آخرين. صح. لذا فكنت أريد دائما أن أشترك في المسابقات التي تجعل مني شخصية مرموقة وتعود على النفع لي. لذا عندما وجدت جائزة الدولة للمبدع الصغير ومسابقة المشروع الوطني للقراءة، مسرعة لقد اشتركت فيهما وذهبت إلى المدرسة واستفسرت أكثر على المسابقتين، واشتركت في جائزة الدولة للمبدع الصغير والحمد لله فزت بالمركز الأول، واشتركت في المشروع الوطني للقراءة وفزت بالمركز الثاني على جمهورية مصر العربية. وهذا ما أثار في روح المنافسة أكثر لكي أشترك في مسابقات أكثر. جميل. أنا سعيدة جدا بيكي جدا جدا يا زينب. قولي لي بتحلمي بإيه؟ نفسك في إيه؟ أريد أن أكون عالمة في مجال الهندسة المعمارية حتى أكمل حلم المعمار المشهور حسن فتحي في بناء عمارات للفقراء، وكذلك أيضا عمارات تكون صديقة للبيئة حتى تعود بالنفع على جمهورية مصر العربية. جميل. انت شطوره قوي قوي قوي، وانا فخوره بيكي جدا 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 وسعيده بيكي، وحاسه انك هتكوني شخصيه كبيره قوي، وهتكوني شخصيه مهمه جدا في ان شاء الله لما تكبري وتقدري تحققي كل اللي نفسك فيه. مبسوطه قوي بيكي، وصلي سلامي لماما والبابا اللي شجعوكي وتبنوا موهبتك ووقفوا جنبك،
وحفزوكي انك تقدري تكوني شخصيه جميله بالطريقه اللي انا شايفاها دي وبالاسلوب الحلو اللي انت فيه ده. شكرا لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا زينة.